كتير من الناس بيستسهلوا وياخدوا فيتامينات او مكملات غذائيه من غير ما يكون في سبب طبي لده او من غير حتى استشاره الطبيب. ده في الحقيقه خطر كبير جدا، ممكن تتحول الفيتامينات دي الى مشكله صحيه وتاثر كمان على الجهاز المناعي وكمان تاثر على الجهاز الهضمي. تعالوا نشوف اخر الدراسات الطبيه اللي قالت ايه في موضوع الافراط في تناول المكملات الغذائيه والفيتامينات. الإفراط في تناول المكملات الغذائية والفيتامينات ممكن يؤدي لحصول مخاطر صحية متعددة، وبالتالي ممكن تفقد فوائدها على صحتك وجهازك المناعي بشكل عام، وده اللي أكدته الدراسات الطبية المتخصصة بعد تفنيدها لعدد كبير من الأضرار زي مثلاً اضطراب الجهاز الهضمي. أوضحت الدراسات العلمية إن الإفراط في تناول عدد كبير من أقراص فيتامين سي أو الزنك ممكن يؤدي لحصول اضطرابات في المعدة مصاحبة لتشنجات، بالإضافة لأعراض مختلفة زي القيء والغثيان. وجه في الدراسات الطبية أيضاً إنه من مخاطر الإفراط في تناول مضادات الأكسدة التسبب في تلف بصيلات الشعر خصوصاً عند السيدات. تلف الأعصاب الخفيف ممكن يحصل برضو نتيجة تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ده غير الإفراط في تناول حمض الفوليك وفيتامين دي اللي ممكن بسببه يحصل مشاكل في القلب خطيرة، خصوصاً لو قامت الأمهات الحوامل في الإفراط في استخدامه. وهنا الدراسات وضحت إنه لازم السيدة الحامل تمشي على تعليمات الدكتور اللي بتتابع معاه وتلتزم بالجرعة اللي تم تحديدها ليها بالظبط. أيضاً ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم ممكن يسبب أعراض مزعجة وخطيرة زي ضيق في الجهاز الهضمي، تعب ودوخة وارتباك وعطش شديد. والمفروض يكون المعدل الطبيعي للكالسيوم في الدم من 8.5 ل 10.2 ميلي جرام. غير كده لازم ترجع للطبيب علشان يتم فحصك وما تتعرضش لأي أثار جانبية. الدراسات العلمية المتخصصة كان ليها بعض النصائح الإضافية في مسألة ضوابط استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية، وملخصها إن استخدامها لازم يكون من خلال استشارة طبية، خصوصاً إن تناولها بدون استشارة طبيب هو أمر كارثي وبيسبب أمراض سرطانية مختلفة نتيجة احتوائها على مواد كيميائية ممكن بسببها تتراكم السموم في الجسم.